أيام كان أوقاتكم من كل خير، رح أشرح عن طريقة إرسال رسالة مجدولة. رسالة بترسلها بوقت أنت بتحدده، لو ما كان في عندك نت بوقت الوقت اللي أنت حددته، مثلا رح حدد مثلا على الساعة 7، أنا بوقتها ما رح يكون في عندي نت، فهي رح تنرسل تلقائي لو ما كان بجوالك في نت. اسمها رسالة مجدولة، مثلا بهي الطريقة. رح أضغط ضغط مطولة مطرح الإرسال، رح أحدد جدولة الرسالة، مثلا اليوم أنا بدي إياها بهذا الوقت وبهي الدقيقة، تمام. لو بدك إياها لبكرة رح بيصير أي يوم بيصير جدول الرسالة، مثلا رح أحطها على الساعة 21:20 إرسالة هاليوم، تمام. أنا صارت عندي إياها هون بالرسائل المجدولة، بيطلع هيك. بضغط على هذا الصندوق، تمام، رح يطلع عندي رسالة مجدولة. بهي الطريقة رح تنبعت بالوقت اللي أنا حددته. بس كتير حلوة وكتير بسيطة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح.